بدأت تركيا إجراء الاختبارات النهائية على تفعيل منظومة S-400 الدفاعية الروسية التي اشترتها العام الماضي، وأجلت تفعيلها أكثر من مرة بسبب المعارضة الأمريكية والأوروبية قبل أن تبدأ بأول اختبار على إطلاق صاروخ من المنظومة لتدمير أهداف جوية في اختبارات تجري بولاية سينوب على البحر الأسود شمال تركيا. وتبدي أنقرة إصرارا على تفعيل المنظومة الدفاعية الروسية رغم ما يحمله ذلك من عواقب إخراجها من برنامج صناعة F-35 وإمكانية فرض عقوبات أمريكية قاسية عليها، إلى جانب المشاكل التي ستفجرها مع تركيا داخل حلف شمال الأطلس الناتو الذي يرفض التوجه التركي بقوة ويعتبره مضرا بالحلف المعادي لروسيا.